بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات مدرسة قرطاج، الصف السابع، رياضيات، الوحدة السادسة، حل أسئلة محيط الدائرة، الحصة الثانية، المعلمة إيمان القرعيشي. عندنا سؤال واحد صفحة 76، طالب من أن يوجد محيط الدائرة بهي الأشكال. محيط الدائرة في الدائرة الأولى، لاحظوا أنه هون معطيني القطر كامل 8 سنتي، بس قال لي ما أوجد محيط. القانون بحكي لك المحيط الدائرة يساوي 2 مضروب نص القطر مضروبة في باي. باي بهذا السؤال هعتبرها 3 صحيح و14%. معي القطر كامل، أنا ما بدي القطر كامل، بدي نص القطر. نص القطر بهاي المسألة يساوي 8 × 2 = 4. إذا أنا بدي أخذ بس 4، رح نعوض 2 ضرب 4 ضرب 3 صحيح و14%، 8 ضرب 3 صحيح و14%. حاصل الضرب فاصل بعد منزلتين سنتيمتر. المسألة هاي معطينا نص القطر، فعلى طول بطبق مباشرة محيط الدائرة يساوي 2 ضرب 4 مضروبة في باي، يعني 2 ضرب 14. باي بهذا السؤال رح أخدها 22/7، عشان الاختصار 22/7 رح أختصر السبعة هاي على 1 على 7، 2 × 2 = 4 × 22، الجواب 88 سنتيمتر، لأنه محدود طول المحيط. في الدائرة الأخيرة نفس القانون رح أكتب 2 مضروبة بنص القطر مضروبة في باي، 2 ضرب نص القطر، ما باخذ التلات، رح اخذ نصه، نص القطر بهاي الدائرة، بقسم 3 على 2 تساوي 1.5. رح نعوض 1.5 بالمسألة، 2 في 1.5 ضرب، هذا السؤال رح اخذها 3 صحيح و14%، 2 ضرب 1.5 3 ضرب 3 صحيح و14%، 1.5 بعد منزلتين والوحدة سنتيمتر. السؤال الأخير بهذا الدرس هو سؤال 2 صفحة 76، بحكي لنا في عنا قاعة شكلها دائرية محيطها 50 متر، طالب نوجد جد طول نصف قطرها. تطبيق مباشر على القانون لأنه معطينا محيط وقولي دائرية، فعلى طول بكتب القانون محيط الدائرة يساوي 2 مضروبة بنص القطر مضروبة في باي. تعويض مباشر، المحيط 50 رح أعوض هنا 50 يساوي 2. طالب جد نص قطرها، نص قطرها أنا ما بعرفه بهاي المسألة، فعلى طول رح ينزل نفس ما هو ضرب نص القطر ضرب باي. بهذا السؤال رح أخذها 22/7، بننزل الطرف اليمين نضرب 2 ضرب 22 = 44/7 مضروبة في نص القطر. عشان أتخلص من الكسر كيف بدي أحل؟ اللي هي إنه نضرب بالمقلوب، هون رح نكتب اللي هي ضرب مقلوب الكسر طرفين المعادلة، كيف؟ زي هيك. رح نحط ضرب على اليمين وضرب على اليسار، 44/7 مقلوبها 7/44، 7/44، هدول راحوا مع بعض، نص القطر يساوي نزلنا الصفر 35/44، كمان تقسمها قسمة طويلة بيطلع معاي 7 صحيح و95% طول القطر، يعني تقريبا 8، نص القطر تقريبا 8.